يا الله دمك يا ولد يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العراقيون الشرفاء، اليوم يوم حزن طموحات هذا الشاب العظيم. إنه حزبكم أيها الأخوة. مرحبا بكل القادمين من فاو العراق الى زاخ العراق، من ديالى الى الرمادي، من كل انحاء العراق، ليعلنوا بصوت واحد لا للديكتاتورية لا للاضطهاد لا لتقسيم العراق. وسادة الأفاضل وجماهير شعب مجروح جاءوا إلى هنا ليعبروا عن رأيهم وليقولوا نحن مع حزب المجتمع العراقي الحر، نحن مع عبد المحسن شلش الذي سيقول كلمة الفصل في هذا البلد العظيم. لا للاستعمار، نعم للحرية، لا لحكم العلم. شباب صمتوا، شباب اسمعونا، شباب رجالا من الهدوء. حزب المجتمع العراقي الحر لتحيي عبد المحسن شلش، الرجل الذي ولد في العراق في مدينة الصدر ونذر نفسه ليكون خادما للعراقيين، لأنه يأخذ أفكاره ومبادئه من حاجات الشعب العراقي.
ويقولها وبكل صراحة، لا لتقسيم العراق بأي صورة من الصور، لا سنة ولا شيعة، نحن إسلام نريدها، نتبع السستاني.